عند الساعة 0 وفي وسط مقاطعة تجونين انطلقت فعالية وحملة المترشح محمد لمين للمرتجي وللوافي وسط حضور جماهيري توافد بالمناسبة. وإلى جانب العديد من الفقرات الفنية والكلمات الحماسية الدعائية، استعرض المترشح برنامجه الانتخابي ووعد بتقديم إصلاحات شاملة في حالة انتخابه رئيسا للدولة. جين واكشوط وتحديدا من مقاطعة تجنين، المرشح محمد لمين للمرتجي وللوافي يفتتح حملته الدعائية لرئاسيات 2019 وسط حضور جماهيري أخذ مواقعه عند اللحظة الصفر ليشهدوا ميلاد حملة أراد لها منظمها أن تكون شبابية بكل المقاييس. فعلى المنصة صفت طواقم الحملة إلى جانب المرشح بيت القصيد لتبدأ الكلمات وتتوالى الفقرات، مستهلين خاشعين بكتاب الله العزيز وواقفين إجلالا وإكبارا مع النشيد الوطني، لتنطلق الفقرات الغنائية والشعرية والإنعاشية التي كانت تتخلل الكلمات وتشيد بمكانة الشباب وأحقية المرشح الشاب بتبوء مكانة القيادة في البلاد. المدير الوطني لحملة المرشح دعا الجماهير إلى الاصطفاف خلف مرشح الشباب كما اصطلحوا على تسميته بذلك، ووعد بالإنجاز الممتاز حال فوز مرشحه بمقعد الرئاسة، وقال ما فحواه إن الشباب يجب أن ينال مكانته اللائقة التي تتلائم مع طموحه وحماسه وحيويته وانتشاره، وإن وجود مرشح للشباب هو بمثابة فرصة يجب ألا تضيع ويجب أن تغتنم من أجل تحقيق طموحات الأجيال الصاعدة وتأمين عماد المجتمع وتمكين العناصر الشابة من العمل البناء خدمة للوطن ورفعا لمقام الدولة إلى علياء المجد والقوة. وسط تفاعل الجماهير مع الفقرات الفنية والكلمات الحماسية، جاء موعد خطاب المرشح لرئاسة الدولة السيد محمد لمين للمرتجي وللوافي. وقد تألف البرنامج الانتخابي لهذا المرشح من 99 نقطة تطرقت للمجالات الحيوية، وتلاها المرشح مبتدئا بالتعليم وما يجب أن يكون عليه خدمة لأركانه المختلفة من تلاميذ ومدرسين ومناهج وبنى تحتية، وقال إن هذا الأمر يحتل مكانة الصدارة في أولويات برنامجه باعتباره قوام أمة وأساس نهضة وذهاب تخلف عن الركب الحضاري المعاصر. ثم وصل إلى ما يتعلق من برنامجه بالمجال الصحي وتحدث عن تدابير الوقاية وإنشاء المشافي وتعميم التأمين الصحي وتوسيع دائرة التغطية الصحية لتشمل جميع مناكب الوطن، ثم تحدث عن الدفاع والأمن معربا عن حيوية هذا المجال وضرورة الإنجاز فيه قبل أن يصل إلى المجال التنموي الذي عدد فيه العديد من الوعود القاضية بسعادة الفرد وبرفاهية المجتمع. وقال إنه سيتصدى لمختلف الإشكالات المطروحة وطنيا وأنه سيوفر لها الحلول المناسبة. وبعد تلاوة البرنامج الانتخابي لمرشح الشباب السيد محمد لمين للمرتجي وللوافي، دعا المنظمون الجماهير الحاضرة إلى متابعة فقرات السهرات المتبقية والإصغاء إلى مضامنها الداعية للحشد والتصويت يوم الاقتراع ولصالح مرشح الشباب كأفضل خيار على حد تعبير من كانوا يتحدثون. سكان تجنين وحي بوحديد على وجه الخصوص باتوا على أنغام حملة هذا المرشح مستمتعين ومتفرجين وحتى أوقات متأخرة من الليل.